غيش صاحب فكرة مبادرة خارطة منتجات عمان. سميناها خارطة منتجات عمان عشان كل شخص بيهتم بهاي المنتجات يقدر يفتح على الخارطة ويشوف كل المنتجات والمنتجات اللي حواليه بنفس منطقته ويقدر يزورها. احنا بالمنتجات اللي بنستهدفها منتجات غذائية فقط، يعني كل أشكال المنتجات الغذائية. مبادرة بتهدف لإنشاء قاعدة بيانات لدعم المرأة المنتجة في منزلها. فالآن لما نزلنا على الميدان شفنا إنه ناس كثير وستات بيوت بنتجن وبعمل مأكولات زاكية وبعمل أشياء كثير مرتبة، بس ما عمالهم بيقدروا يوصلوا للمستهلك اللي هو الزبون اللي مهتم بهاي المنتجات. وشفنا إنه في ناس كثير مهتمة بمنتجات المنزل، فقررنا نعمل خارطة منتجات عمان عشان نقدر نعمل ربط بين المنتجة وبين المستهلك. الآن بننفذ مبادرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه إحنا نصور منتجاتهم تصوير احترافي وننزلها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام مع القصة تاعت المنتج ومع عنوانهم، بكل ست بعنوانها. وكمان بنساعد السيدات عن طريق تشبيكهم مع مراكز البيع مثل المولات ومثل محلات البيع المباشرة ومحلات البيع غير المباشرة. احنا الآن جمعنا ما يقارب 370 سيدة واخترنا منهم 50 سيدة، خليناهم يشاركوا معنا في بازارات. الخطوة القادمة راح ننفذ موقع إلكتروني وننفذ عليه المبادرة تاعتنا، راح يكون جواته خارطة يدل على كل ستات البيوت المنتجة داخل عمان. بهاي المبادرة قدرنا نحل مشكلة كبيرة للسيدات اللي هي بترويج منتجاتهم، وكل هاي الخدمات بنقدمها مجاني لحتى الآن.